كان صباح يوم جميل بدمشق. ما زلت فاكر صوت هدير المية في نافورة البيت الشامي، وريحة الخبز وهو خارج لسه من الفرن، وكف أبويا إبراهيم باشا بالطبطب على كتفي، وصوت الوقور لسه بيرن في وداني. طمن يا إسماعيل، هيساعدك الجو دمشق على تشتت بسرعة من الرمد زي ما قال الحكيم، ولأني مهتم بكل ساعة من عمر ابننا الأمير اتفقت مع خيرة معلم الشام للمجيء إلى هدى لمواصلة تعليمك سماعيا حتى لا تصبح أعمى البصر والبصيرة. وقام صديقي كامل بيك مشكورا بترشيح ابنته جشم لمساعدتك على الاستذكار. يا بنت ذكية وسنها مقارب لسنك تحديدا، أرجو إنك تحسن ضيافتها أمير. حاضر يا ولدي. كان أول يوم إلي برا المدرسة، كان شباك العربية اللي بتقطع فينا الطريق لوحة عايشة سرقت كل حواسي. اسمعي اللي بدي أقلك عليه كتير منيح يا جشم. يا بنتي أنا طالعتك من مدرستي لأنه أخذت فرصة ذهبية بالتعليم وعلى إيدين أمهر الأساتذة بالدولة العثمانية، وحالياً إبراهيم باشا سر عسكر الجيوش المصرية، محتاج طفل ليساعد ابن إسماعيل بالدراسة لأنه مصاب بالرمد وما فينه يدرس لوحده. بقى بدي إياك تقدمي له هاي المساعدة وما تخيبي ظني أبداً. إسماعيل، دي جشم اللي كلمتك عنها. جشم، مدي إيدك وصافحي لأنه هو مو قدران يشوفك. لازلت أذكر لحظة لقائنا الأول، مديت إيدك عشان تصافحيني. أنا كمان فاجأتني بإيديك على وشي. دي كانت طريقتي وقتها للتعرف على الناس. ياه، عدت سنين طويلة على اليوم ده. عارف أنا بفتكره بمجرد ما غمض عيني. أنت ما بتفتكرش الحاجات الجميلة اللي مرت في حياتك من وقت